السلام عليكم متابعي قناة كرة حصرية، مرحبا بكم في فيديو جديد. يواجه الزمالك المصري اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 الكويت الكويتي في نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد بالحمامات، والفائز سيواجه ترجي الرياضي الذي مر للنهائي على حساب النادي الإفريقي منذ قليل في تمام الساعة 5:30 بعد الزوال. إذا أردت مشاهدة المباراة اضغط على الفيديو الذي ظهر لك في الشاشة.